السلام عليكم. انا بويدار مبارك، مازال ديال سميتو، مازال ديال تيبت. حنا جوج كنفرقوا الماء هنايا، كنفرقوا الماء على حساب الاملاك والمطالب ديال الناس، على حساب المطالب. والماء دروك راه مفروق على جوج، سواقي، وحتى غادي ديال التركوا، حتى غادي ديال الوينوان، وكاين الساقي اخرى، كاين وين بور. والنهار اللي كتكون النوبة عند بور راه كتكون واحد الساقية في بور، وتكون واحد الساقية في تربع. النهار اللي تيكون عاوتاني اللي كيتسقى، ملي كيتسقى بور كيرجع عاوتاني لوين وانا مر. وعلى حقاش تربع كبيرة وفيها مصاريف كبار، عرفتي؟ يعني المصاريف هما هاد المجاري ديال الماء. هي الساقية، الساقية فيها الساقية الكبيرة هي تربع وكبيرة، وهي مفروقة على أربعة د الأخطراف. كاين وين يكون ساس، كاين تا دنغا، كاين تركوا تقديم، كاين تركوا الجير، وكاينين مصاريف أخرين ثانويين. وتما كتفرق الماء على حساب الطلب ديال الناس، وعلى حساب الغلة. ملي كتكون الحرارة كنقسموها على حساب الغلة. ملي ما كتكونش الحرارة ديك الساعة تقراها من الماء موجود الحمد لله. قلت زي ما جوج السواقي، بعد الله الا كاينه الحراره تتكون ساقيه اخرى، نزيدو ساقيه في يومين يلا سميتو. ولكن راه كتسقى حتى 460 480 قطار، حتى 500 قطار تقريبا تسقى دروك. والماء كيجيب على حساب على حساب الطلب ديال الناس. يعني وكي... شنو العرف اللي مستعمل؟ ها؟ اليوم امازال شنو هي الخدمه ديال امازال؟ امازال كيشوف الغله، كيشوف الطلب ديال الناس، وكيشوف الناس اللي طالب الماء، وكيشوف الغله ديالته. الا كانت الخضره راه كتسبع تسقى على 13 يوم 14 يوم 15 على حساب الحراره. الا كاين سميتو، الا كاين الماء كاين الزيار كنشربوا الفصا والليمون على 18 يوم 17 يوم 16 يوم، علاش داك الشيء علاش كيضر الماء. الدور ديالها مازال هو كيفرق السوايع، داك الشيء اللي خلصتي كيعطيه لك على حساب السوايع 60 درهم للساعة. خلصتي ساعة كيعطيها لك، خلصتي ساعتين كيخلص كتخلصها، وكيعطيك كيفرقها لك، وكيفرق داك الشيء الضياع كيفرقوا على الناس باش يتقد يقد هو داك الخصاص ديال الضياع. يلا واحد شوية كوك، إلا غادي الماء، إلا كان الماء غادي ديما ديما راه ما تيكونش داك الشوية اللي ما كيكونش والو والو، واحد شوية سميتو الماء على حساب السقا. اذا كثير السقا لاقاش الماء كيدور ليل ونهار، جوج سواقي دروك خدامين ليل ونهار 24 48 ساعه. يعني هذا السيستيم واش غير دار ولا كان قديم هنايا يعني باش كيخدموا هاد الناس؟ لا قديم، هذا سميتو، هذا سميتو، اللي العكس كيتمشى الماء دروك راه قديم. مفرقين الناس على حساب الغلات، على حساب الفصا والليمون والفول، وكيديروا البشنه، وكيديروا اسميتو الزرع، على حساب اسميتو، على حساب الامكانيات ديال البنات. كاين اللوبيا، كاين كيكون اسميتو اللوبيا، كاين الجلبانه تتكون الخضره، الخيزو تيكون الخيزو اللفت، وعلى حساب الاوقات ديال اسميتو واللافت، شنقول الليمون والرمان. ها القدر ديالها، ديال الماء على حساب الطلب ديال الماء. واحد علاش كيشرب؟ كاين اللي كيقلب لك الماء على 16 يوم 17 يوم، كاين اللي كيقلب لك على 20 يوم، كاين اللي ما بغى يسقي حتى 25 يوم في الشهر، ما عنده قاصر. وداك الشيء كتفرق على حساب، إذا كانت الحرارة وكاين الزيار على الماء شوية راه تنفرقوا على حساب الغلة. تنسبقوا بحال الصديق يلا زرعوها الناس، هذيك تنسبقوها هي والفول. البشنه تيكون الصيف، وتيكون في مارس عاوتاني تنفرق على حساب 15 يوم 14 يوم 16 يوم 12. بعض الاخترات الا كانت الحراره كنشربوها حتى 12 يوم، تيجي حتى 12 يوم فسميتو السقا ديالو. والليمون تيمشي حتى 17 يوم 18 يوم 16 يوم الحمد لله. دروك ماشي 90 راه قل من 90 راه ما كاينش الماء،
سبحان الله لقينا واحد السقايه اللي كاينه في تيه مع رناط مهوده وما كاينه سميتو. عاد جاو الناس اخرين داروا جددوا الجمعيه في 90 ضروا خدامين. كاين الماء حفروا البير وحفروا وزادوا العين حتى هو الحمد لله. المهم كاين الحمد لله كاين الماء. الخصاص كاين واحد شويه ديال الخصاص على قشره 500 لتر راه ماشي سميتو راه بزاف هادشي هو.